سبيل الرشاد قناة سلفية دعوية على منهاج النبوة. ما لم نقله. بارك الله فيكم. تتردد كلمة الطواغيت على ألسنة كثير من الشباب يصفون بها حكامهم، فما رأيكم في ذلك؟ رأيي في ذلك أن هذا غلط، لأن كلمة طاغوت عند العامة كلمة كبيرة تهتز لها الجبال، فإذا قالوا هذا طاغوت معناه أنه لا يتم الإيمان إلا بالكفر به، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ثم إن كلمة طاغوت مشتقة من الطغيان، والطغيان قد يكون عاما وقد يكون خاصا، بمعنى أنه قد يكون الإنسان طغيان في مسألة ما وهو في أخرى معتدل غير طاغي. فوصف الإنسان بالطاغوتية المطلقة غلط وبهتان، والواجب التفصيل فيما يقتضي التفصيل. صحيح أن زعماء الكفر الموجودين الآن يمكن أن نسميهم طواغيت، لكن رجل مسلم يصلي ويحج ويصوم ويتصدق أخطأ في مسألة ما يقول إنه طاغوت على الإطلاق ما لا يستقيم هذا. فالله عز وجل يقول في الكتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب التقوى، والحق مقبول من أي أحد جاء به،